السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب بخير. رجعت لكم فيديو قصير ومهم جدا جدا. قبل لا أبدأ أشرح شباب، لا تنسون دعمكم حتى نواصل بالفيديوهات، ولا تنسون تعليق حلو مثل عيونكم الحلوة. شباب، عندنا بالتحديثات الأخيرة اللي صارت أغلب الحسابات، أو مو أغلب الحسابات وإنما حسابات هواي جاي تروح يعني بدون أي سبب، يعني مثل ما نقول فقط تضغط على السيرفرات تلقاها كلها فارغة. شلون هذول؟ ما عليك بهذول، يعني هذول الحسابات اللي هنا ما تطلع، تلقاها كلها فارغة. حتى لو كنت مسجل دخول أو تسجل دخول بالإيميل مرة ثانية، فراح تطلع لك حسابات فارغة، يعني الإيميل مالتك يدخل، يعني الحساب عادي يسجل دخول، فقط الحسابات بالسيرفرات ما راح تلقاهن، وبالتالي ما راح تقدر تدخل الحسابك المربوط أو حساب اللعبة. فيا شباب، هاي مشكلة صارت، هواي راسلوني طبعا ولازم يراسلون الدعم، والسالفة طويلة، بس راح نعطيكم طريقة جدا جدا بسيطة تحمي حسابك، سواء اذا يعني مثل ما نقول اذا واجهت هاي المشكلة او واجهت مشاكل اخرى، يعني مثل نسيت حسابك، او مثل ما نقول انسرق حسابك تقدر ترجعه، او يعني اي مشكلة بتسجيل الدخول، راح نعطيك اياها بطريقة بسيطة كلش، او بسيطة جدا جدا. فيا شباب، خلينا نبدي ونحكي الطريقة بشكل بسيط. خلينا نرجع، دوس هاي، اضغط واخرها. شباب، نضغط على هذا اللي هنا، شوفوا هذا اللي هنا، راح تجي شباب عندك هنا باك اب ايميل، يعني استرجاع الايميل او ايميل الاسترجاع. هذا شباب الملخص البسيط او الفكرة منه، انه تربط حسابك، يعني حسابك هسه حاليا من تشوف الفيديو وتخلص، اذا ما رابط حسابك روح اربطه مباشرة، لان مهم جدا جدا. يعني حتى الدعم يعني تقريبا ما تحتاجه، او احيانا ما تحتاجه بهاي السالفة. شباب، عندنا خيارين بالباك اب ايميل او ايميل الاسترجاع. الخيار الاول اذا كنت او اذا كنت ما رابط حسابك بايميل استرجاع، فلازم تربطه من الخيار الاول. تكتب الايميل هنا شباب، الايميل اللي تربط به الحساب، يعني هذا اسمه ايميل استرجاع، ما لك علاقة بالربط، يعني ربط جوجل او ربط فيسبوك او ربط تويتر، ما لك علاقة بكل هذولك، يعني اتركهم مربوط يعني عادي. وتجي تكتب هنا ايميل استرجاع، لازم ايميل ما تنساه، او تكتبه بورقة او تكتبه بسجل، دائما اكتبوا حساباتكم المهمة بسجل. بعد ما ربطت الايميل، نفترض بيوم من الايام يا شباب راحت حساباتكم، او العفو راح الحساب، او صارت عندك مشكلة، فقط ترجع الباق ايميل، ايميل الاسترجاع، وتختار هذا الشباب اللي هو استعادة الحساب او استعادة الايميل، فقط تضغط عليه وتكتب ايميل الاسترجاع اللي سويته، الايميل اللي كتبته بالخانة الاولى، راح يدخل حسابك مثل الورد، وما راح تحتاج لا دعم ولا يعني انتظر يومين او ثلاث ايام على ما يردون، وهم يطلبون بعد شغلات، يعني هاي طريقة جدا سهلة وبسيطة. شباب، لا تنسون الايميل لازم تحفظوه، لان ما راح تقدر تسوي ايميل استرجاع ثاني او الا تراسل الدعم، وهم سالفة طويلة. فانت اكتب ايميلك بورقة، اكتب ايميلك بسجل، خلي لك سجل للحسابات المهمة، سواء حساب فيس او حساب اللعبة او ما اعرف شنو. وطبعا شباب ااكد لكم، وطبعا يا شباب ااكد لكم، هذا الحساب او الباق ايميل او الايميل الاسترجاع ما له علاقة بكل حساباتك اللي موجودة بهاي الخانة، سواء فيسبوك او جيميل او تويتر، يعني هذا مو مال تسجيل الدخول، الباق ايميل مو مال تسجيل الدخول، فقط استرجاع حسابك اذا واجهتك واحدة من المشاكل. ومثل ما قلت لكم، الخانة الاولى تحط ايميل استرجاع، والخانة الثانية تسترجع الحساب اذا ضاع. بس لا تنسون ايميلكم لازم تحفظوه. اشوفكم بخير حبايب قلب، ان شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو، لا تنسونا من دعمكم، واشوفكم بخير بفيديوهات ثانية.